ان شاء الله الحمد لله كي تلمينا اليوم توت لا فامي بكل كوزان كوزين نوفو نياس بكل صار ما في ان غران بليزير بون خصو الوليدات تاعي ما سون با لا سون تا باري تمنيت نكون كانوا معنا هنا توت لا فامي كان كتكمل العاصمه الكاذبه تكلم مع فنانين عليك انت وكامل تمنى لك عيد سعيد تمنى لك باش تبقى تواصل المشوار تاعك بصح كاين حاجه لما قالها بلي العيد ميلاد تاعو راح يكون 70 سنه تفاجئوا قالك البان صغير يعني الفن هو اللي صغرنا انا نحس بروحي اللي ما زلت صغير صح وباقي العقليه تاع الصغر ما راحتش وبالأخص يا أخي ياسي علي نحيي بزاف الناس قلمة والناس خرطة والناس طيف حيهم الله يرحم الشهداء
رحمه. ونزيد نقول لك باللي راني عندي 19 من الحفظات هنا، والأخت هي توامن وياها زدنا فرد كرش. ربي يعيشهم وربي يجعلنا مجمولين ان شاء الله. امين يا رب العالمين. وصدقوني اذا قلت لكم بلي الحاج مسرور جدا جدا جدا، وسمير قنس وعلي عيساوي كانوا فعلا احدث المفاجاه بهذا التكريم. استاذ اذا قلت لك تكريم غير عادي مسبوق لاوانه، هل شك في اللفته هذه يعني ربما التلفزيون الجزائري يعني سبق راح يوضع تقاليد جديده للفنانين، مش حتى الناس ينسوا عليهم ولا يعودوا في محنه ولا حتى يموتوا. الحاج هذا يبقى للزمان، الحاج هذا التصور هذا يبقى للزمان، يبقى الناس اللي جايين. استاذ وش رايك الحاج كي شفت الدار دوكا عاود شفت الصور هذه، وش الاحساس تاعك وش حسيت دركا؟ بك باللي راني انا حسيت باللي راك فرحان. فرحان وراني راح نبكي. ما تبكيش نخليه ان شاء الله نهار فرحه. قلت لك سليم درك نشوفوا الحاج يطلب منك هديه وانت اكيد راح تلبيها. نعم. وفرصه باش نكملوا المؤانسه والامتاع. الحاج واش تحب سليم يغني لك؟ الفنان ما تقوليلوش يغني يدبر راسه. نعم. لا يعرف سر الفنان الا فنان. يا ليلي بشرت بقدومكم ريح الصبا، أهلا ومرحبا. شكرا جزيلا. طيب وش نقول الأستاذ وش رايك؟ أغنى مليح صبح هذه ولا ما غناش؟ انا نقول لك ساعات تكون عندنا سهره ولا في عرس ولا حاجه كيعودوا الاولاد في نصي بالاخص هو اني نولي اكثر من الملك. الله يبارك الله يبارك. إيه والله. يعني هو المحبوب عندك في الاولاد. والله نعم هو البكر، هو البكر تاعي. نعم وعلى بالك باللي تمنيت قلت نهار نتزوج ونتزوج صغير وزوج صغير. قلت ولادي هكذا كيكبروا شمي عنده عندي ذكورة ويكونوا دايرين بيا وكمل لي رب العالمين. الله يبارك الله يبارك. وسليم محبة الوالدين بخوت. يقولوا محبة الوالدين بخوت. يعني زهر لا محبة الوالدين كيما قال الوالدين ولا طاعة الوالدين ما عز منهم غير ربي سبحانه. أكيد. يا حمودة يا وليدي وطرف الله عليك بدي عادت بابنا Thank you.
ان شاء الله هو والعمار، وان شاء الله كل عام احنا ديما نتمنى هكا صرع الاخوه والاخوات صرع لي كوزان كوزين تو، ان شاء الله نبقاو دائما هك، وهذا هو صرع يعني الامنيه نتاعي الوحيده، وان شاء الله الصحه والعافيه والهنا. هيا نوضي انت ما قدك بنت وشنا بليجان أستاذ التربية موسيقية، نتمنى له الصحة الجيدة العمر طويل هو والعمة، ونشكره على كل المجهودات اللي قام بها في المشوار الموسيقي هو كل إخوة الذكور أو الإناث، وكذلك نشكر الوالدة لأنها تعبت معه كثير في مشوار الفني، كانت تتعب معه في الريبيتيشن دبي أنا تخيل ومزيد من التعبئة الأجيال الصاعدة إن شاء الله، ومزيد من العطاء الفني المتميز. نتمنى له إن شاء الله عيد سعيد وطول العمر إن شاء الله بالصحة والهنا به بعمتي إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله نتاني الخويا سليم النجاح تطور إن شاء الله، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله يخلف براس بابها، وما ننساوش إن شاء الله الغايبين تاني نسلموا عليهم تاني مش حاضرين معنا، عمومي عمي عبد الحميد وعمي معمر إن شاء الله، وعيد سعيد إن شاء الله به بعمتي إن شاء الله طوال العمر إن شاء الله. Thank you.
زين وانت احتفال مجدة وجه عيد ميلاد الأم وعيد ميلاد الخال. في زوج واش تقول لهم أكاب؟ في زوج نتمنى الحاج لأنه توميم مع الأمة، نتمنى لهم إن شاء الله عمر طويل ربي يطول عمرهم ومحلى هاد اللمة هاد الفاميليا. وكان كلمة لازم نقولها بالنسبة للحاج، راني ملي كنت صغير يعني من 14 سنة وأنا معاه كنت ندرب معاه وتعلمت معاه ووصلت لهذا المستوى يعني بفضله، وراني نشكره بزاف ونتمنى له طول العمر إن شاء الله هذا ممكن. وربي يعيشه إن شاء الله كل سنة، وحنا متلمين كما هكا مع الإخوة والوالدين تاعنا. ربي يعيشك الحاج ها والبيت نقول ربي يطول عمره وربي ان شاء الله يعطيه الصحه ولهنا وربي ان شاء الله يبقى لنا ديك النواره الجزائر كامله ان شاء الله. Oh.